تطوان كنعنوا على شفاء اول حاله في مدينه تطوان. هذه الحاله دخلت عندنا في 20 فبراير من بعد ما تبعت البروتوكول المعتمد ديال وزاره الصحه. درنا التحليل الاولى والتحليل الثانيه وخرجت نيجاتيف. دونك اليوم اوفيسيلمون خرجت اوفيسيلمون ديكلاراسيون ديال لا غاريزون تشافات. والمفرح في هذا الشيء هذا انها سيده كتبلغ من العمر 68 سنه وديابيتيك. كما شفتوا الحالات الصحيه ديالها مزيانه. هذا الشيء هذا كيفرحنا وكيزيد يشجعنا نزيدو نخدمو ان شاء الله باذن الله. هذا الاسبوع الاسبوع الثاني يا ربي يكونوا غيكونوا ان شاء الله حالات اخرى. كنهضر باسمي وباسم الطاقم التمريضي والطاقم الصحي والطاقم الطبي اللي سهر على تتبع العلاج وتقديم العلاجات طيلة 24 ساعة وعلى طول مدة العلاج. وهذه المناسبة احنا فرحانين بمناسبة خروج أول متعافية من مدينة تطوان ومن مستشفى ثانية درمل بالخصوص. وحنا يا جنود مجندين الى اخر رمق الى اخر يوم للقضاء على هذا الوباء. وكنطلبوا من الناس يعاونونا بالبقاء في منازل ديالهم وشكرا. كما شفتوا اليوم كنشاهدوا الحمد لله اول حاله شفاء ديال مريضه هنا في المستشفى الاقليمي. كانت في منطقه العزل وخذت العلاجات ديالها الحمد لله كاملين. وملي خرجت النتائج سلبية لي دو تيست خرجوا سلبيين الحمد لله. هي تشافات وخرجت بخير وعلى خير. وبالنسبة لهاد الناس اللي كيكونوا في منطقة العزل الحمد لله كيستافدوا من جميع الأدوية العلاجات اللي كتعطى لهم سواء من البروتوكول ديال وزارة الصحة اللي كيتبازا على الكلوروكين مع لازيتروبيسين ولا البالي الثاني. وكيتعطى لهم جميع الأدوية في حالة ظهور مع الأعراض الجانبية ديال هاد الأدوية. والحمد لله ان شاء الله الرحمن الرحيم غنبقاو نشوفوا من هنا لقدام في الايام القادمه شفاء حالات اخرى وحده مرة وحده. وكما كيناديو جميع المغاربه والاطر الصحيه صيادله اطباء ممرضين تقنيين الصحه كنطلبهم جميع المواطنين يبقاو في دارهم ويلتزموا بالطوارئ الصحيه باش ان شاء الله النهار اللي غنبقاو فيه صفر حاله ان شاء الله.